مساء الخير مشاهدينا الكرام نقدم لكم احوال الطقس من قناة البلاد اذا الاجواء بارده نسبيا على المناطق الشرقيه ثم تلتحق بالمناطق الوسطى بدءا من ليله اليوم بالجنوب الاجواء راح تكون من صافيه الى مغشات مع تطاير للرمال بوسط وجنوب الصحراء نسهل ان مشاهدينا نشرتنا الجويه كالعاده بعرض صوره القمر الاصطناعي توضح لنا تمركز سحب عابره على المناطق الغربيه الوسطى وحتى الشرقيه ثم تلتحق بشمال الصحراء يبقى صفاء يميز باقي مناطق الوطن اما فيما يخص الوضعية الجوية المرتقبة خلال ليلة اليوم إن شاء الله نرتقب أجواء صافية ومستقرة هي الوضعية الجوية التي حتميز أغلب المناطق الساحلية والقرب ساحلية وصولا إلى المناطق الداخلية للوطن بالجنوب الأجواء راح تكون غائمة جزئيا على منطقة الصورة وكذلك بأقصى الجنوب يبقى صفاء والاستقرار يميز باقي مناطق باقي المناطق الجنوبية أما فيما يخص درجات الحرارة الليلية ستصل إلى حوالي 23 درجة بعنا 25 درجة درجة بكل من الجزائر العاصمه والجلفه 19 بيبات 28 درجه بكل من وهران البيض النعامه ومشرق 34 درجه على منطقه بشار 42 درجه بتندوف 39 درجه بوسط الصحراء على منطقه أدرار 37 درجه بكل من إيليزي وجانا 32 درجه بورغلا 31 درجه حنسجلها باقصى الجنوب على منطقه طمنعس تم فيما يخص الوضعيه الجويه المرتقبه خلال صبيحه يوم الغد ان شاء الله نرتقب تشكل بعض السحب السفلى اللي حتكون بدون عليها ستنشط على المناطق الساحليه الشرقيه تبقى الاشراقات تميز اغلب المناطق الشماليه بالجنوب الاجواء راح تكون غائمه جزئيا على غرب الصحراء وصولا الى منطقه الصوره تبقى الاشراقات تميز باقي المناطق الجنوبيه درجات الحراره المرتقبه خلال الصبيحه ستصل الى حوالي 25 درجه على منطقه عنابه 27 درجه بالجزائر العاصمه والبيت 26 درجه على منطقه الجلفه 21 درجه حنسجلها على منطقه باتنا حنسجل 28 درجه بمنطقه وهران بوهران 34 درجه بالجنوب على منطقه بشار 38 درجه بتندوف 35 درجه بمنطقه ادرار 32 درجه بكل من اليزي وجانات 32 درجه كذلك باقصى الجنوب حنسجلها على منطقه تمنراز اما فيما يخص حاله البحر فإن البحر على الشواطئ الغربية والشرقية سيكون من هادئ إلى قليل الاضطراب وفق رياح مختلفة الاتجاه من شمالية إلى شمالية غربية سرعتها تكون من أربعة إلى 11 كيلومتر في الساعة بينما على السواحل الوسطى البحر سيكون من هادئ إلى قليل الاضطراب وفق رياح مختلفة الاتجاه إلى غربية سرعتها تكون من 11 إلى 14 كيلومتر في الساعة نظر مشاهدينا إلى عرض ورقة المعلومات الفلكية التي تخص الجزائر العاصمة لشروق وغروب الشمس الشروق سيكون في حدود الساعة السادسة وستة وعشرين دقيقة مع الغروب راح في حدود الساعة السابعة وخمس دقائق نهاية نشرة الجوية لنهار اليوم شكركم على حسن المتابعة طابت أوقاتكم السلام عليكم